مساء الرضا، كيف حالكم؟ اليوم كمان معنا اللي هو صوص الثومية أو صلصة الثومية أو الثومية اللي تنأكل مع الشاورما أو مع أي شيء تحبوه. طبعا هي مش زي الثومية المعتادة اللي تنعمل، بعضهم ينعمل بالنشا وبعضهم ينعمل ببياض البيض، لكن أنا ثوميتي روعة، مستحيل اللي ذاقه ما حباش يعني. وهي أخذت الصراحة من أختي يعطيك العافية، وصراحة مذاق طعمه حلو وخفيف، وكمان تعتبر من الصوصات يعني اللي تتقدم مع مثلا الشاورما، المشويات، حاجة روعة. خلينا نبدأ بالمقادير وطريقة التحضير. طيب، زي ما تشوفوا عندي هنا علبة كاملة زبادي، علبة كاملة من الزبادي أو الروب، وعندي ملعقتين كبيرة مايونيز، وملعقة كبيرة واحدة جبن سائل، وعندي 3 فصوص كبيرة ثوم، وأكيد ربع كوب زيت، وعندي فلفل ورشة ملح. تمام، رشة فلفل ورشة ملح. راح أخلط هذه بخلاط الكاس، وراح أرويكم الطريقة، لأنه الزيت بنضيفه بشويش يعني بالتدريج بشكل خيط وهو ينخلط. تمام، طيب في خلاط الكاس راح أضيف الزبادي، علبة الزبادي كامل، راح أضيف المايونيز، وأكيد الجبن السائل، وفصوص الثوم. تمام، ورشة الملح، ورشة فلفل أسود، قلنا ورشة فلفل أسود، حاجة بسيطة فلفل أسود. والحين راح أخلطهم في خلاط الكاس، أريكم كيف أضيف الزيت بالتدريج. خلاص راح اخلط واضيف الزيت بالتدريج، وانتم شوفوا كيف انا واني اضيف الزيت بالتدريج. تمام، لين احصل على القوام الكريمي. تمام، اضيف الزيت لين احصل تقريبا ربع كوب، لين احصل الى القوام الكريمي. خلاص زي ما تشوفوا، ابغاكم تشوفوا كيف قوامه، كيف قصدي بكريمي، اشيل ده عشان ارويكم كيف القوام حقه. يعني توصلوا للقوام هذا، شوفوا كيف، شوفوا كيف، وكمان لما تحطوه بالثلاجة بيجمد أزيد من كده. تمام، إذا أنتم شايفين القوام مثل الكاتشب، ممكن نقول نفس الكاتشب أو السومطرة، يعني إذا تعرفوا الكاتشب السومطرة نفس كده. راح أحطه بعلبة وأحطه بالثلاجة، وكل ما جمد كل ما جلس في الثلاجة يجمد أكثر من كده. إذا أنتم شايفين كيف، من أروع الصوصات، تقريبا أخذ مني ربع كوب زيت وشوية زيادة. أنتم طيب شوفوا ما شاء الله كيف صار جامد، اشتكم تشوفوا كده قوامه مثل الكاتشب. قلتكم تضيفوا الزيت إلين تحصلوا يعني ربع كوب شوية، وإذا احتاج يعني عشان توصلوا لهذا ضيفوا، اجلسوا ضيفوا إلين توصلوا لهذه الكثافة، ممكن تحتاجوا ممكن نص كوب كمان. راح أضيفه، طبعا هو بيجمد زيادة يعني،
خلاص واحتفظ فيه في علبة. خلاص شوفوا زي كيف، هذا هو. كمان بيجمد أجمد من كده، برويكم بعدين كيف. تقريبا قوامه قلتلكم مثل الكاتشب، وروعة، كل ما له يجمد. شوفوا كل ما له يعني يجمد، روعة. أتمنى إنكم تشوفوا، جربوه وطعمه لذيذ، لازم تجربوه. وهنا وعافية. طبعا أشتكم تشوفوا معايا قوام الثومية كيف صار. شوفوا كيف صار قوام الثومية، يعني جمد كتير جمد. بس هذه توميتنا، برويكم بالملعقة كيف. شيل ده، بس كنت أصور أصلا. شوفوا كيف الثومية، شوفوا كيف، مرة حلوة، جربوها. كل ما تجلس قلتكم تجمد أكتر، لازم تجربوها، إن شاء الله يكون واضح لكم. بس وهذه توميتنا، بالعافية لي ولكم. طيب والآن راح أحط تومية في الجهة الثانية، راح أحط تومية كده ملعقتين أو ثلاثة، والجهة الثانية راح أحط كاتشب، يعني نص بنص راح أحط كاتشب. راح أزيد شوية تومية. شوفوا صار كيف، مرة حلو صح؟ طبق شاورما متكامل، عندي مخلل الخيار، طماطم، بطاطس، الشاورما، العيش، والثوم والكاتشب.